Ok, ça fait vraiment plaisir de gagner ce match. Et on est tombé sur une bonne équipe d'Oujda. Et c'était un match difficile. On a eu du mal à rentrer dans le match. Et voilà, après, en deuxième mi-temps, on a suggéré et voilà, on met ses deux buts. Là, on est content, on va continuer de bosser et on va se remettre vite au travail pour les prochains matchs. Bon, on va se préparer. Pour le moment, on a gagné ce match et on est content, on va savourer cette victoire et se remettre vite au travail pour les matchs à venir. Bien sûr, la Coupe arabe, on pense à ça et voilà, on va tout donner pour les prochains matchs. الحمد لله فالمهم اليوم كان هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث كنظن ان الاداء غيجي تدريجيا لان كتعرف باقيين في مرحله الانسجام مع المدرب الجديد كتعرف انه ما تدربناش تحت يديه لفتره طويله بخصوصا كان التوقف الدولي فيلا درنا مع لحد الان واحد ثلاثه الحصص فكنظن ان الاداء غيجي تدريجيا فالحمد لله نتيجه جد ايجابيه كتزكي نتائج ايجابيه السابقه خصوصا بعد الخروج من عصبه الابطال فالفريق كيحقق نتائج ايجابيه فالان غنطويو صفحه البطوله فعندنا مباراه قويه امام نجم الساحل فنتمنى ان شاء الله نستعدوا لها بما فيه الكفايه ان شاء الله ونركزوا لها لان دوري جميع البطولات اللي كنشاركوا فيها فهي من بين الاهداف اللي سطرنا لا مع المكتب المسير لا مع الطاقم التقني فكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نتوفقوا في هذه المباراه خصوصا اننا غنلعبوا امام الجماهير ديالنا وكتعرف ان المباريات هنايا في الدار البيضاء دائما ما كتكون صعبه على الخصم فكنتمنى نكونوا في نهارنا ان شاء الله ونركزوا كثير ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه اللي تخلينا نمشيو المباراه العوده ان شاء الله بواحد ارتياح كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم. المقابله بالنسبه لنا كانت مقابله ماشي سهله، جميع الفرق الوطنيه ولا الفرق اللي في المستوى. الاهم هو ثلاث نقاط، بحال المقابلات خصنا ننتصروا فيهم. الحمد لله جات الجماهير ديالنا ساندتنا، مقابله انتصرنا فيها. بالنسبه لنا غنركزوا ان شاء الله على المقابله امام نجم الساحل، اللي غتكون مقابله اللي صعيبه لا علينا لا على الخصم. ما غتكونش مقابله اللي سهله غادي نحاولوا باش نفوزوا المقابله الاولى غنلعبوا في الميدان ديالنا امام الجماهير ديالنا غنحاولوا ان شاء الله باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. اول حاجه تنبغي بعدا اللاعبين على هذه المقابله هذا حيت بالنسبه لي هذه المقابله ماشي سهله مقابله صعيبه والحمد لله واخا في لا بروميير ميتون كان عندنا ما ماركيناش ولكن الحمد لله جاب لا تيسير دوزيام ميتون بون دابا سال الماتش الحمد لله عندنا 3 بوان خصنا نتكونسونطرو على الماتش الجاي اللي هو ديال كاس العرب وان شاء الله غادي نوجدوا لهم من غدا وحيت لاعبين ان شاء الله في بلادنا وكان وعدوا الجمهور ان شاء الله وكنتمناو يزيدوا ازرونا اكثر باش ان شاء الله نحققوا الفوز ان شاء الله.